اتخذ بنك الدوحة الإجراءات الوقائية الأساسية التي من شأنها الوقاية من مخاطر فيروس كورونا كوفيد-19، ونحن حذرون للغاية بشأن كيفية القضاء على أي وسيلة ممكنة لنقل الفيروس. كما اتخذنا في البنك الإجراءات اللازمة من أجل تأمين جميع العملاء والموظفين، وذلك من خلال توفير وسائل التعقيم، القفازات والأقنعة الطبية الوقائية اللازمة لموظفي البنك. وكما حرصنا على أن تكون كافة المواقع خالية من عوامل الإصابة، وذلك عن طريق التعقيم بشكل دوري. نحن في بنك الدوحة نتبع أعلى معايير السلامة من خلال الحفاظ على مسافة بين العميل والآخر بجميع الأفرع لتجنب أي اتصال شخصي يمثل خطرا على سلامة موظف البنك والسادة العملاء.